نعم جاءوا عند باب الزهراء بالجزل والنار وصاروا يضربون الباب ضربا عنيفا. ومو غريب عليكم شلون العدو اذا جاء وصار يضرب الباب شلون يتروحون من داخل البيت. وقفت الزهراء من خلف الباب: من انتم؟ قالوا: فلان وفلان وفلان. قالت: ان لي علي في رقابكم بيت. قالوا لها: دعينا من اقاويلك وقولي لعلي يخرج، والا احرقنا عليكم الدار بمن فيها. قالت: لألزمنك الحجه. قال لها: ما لعلي اولك الجواب. قالت: إن علي عهد على نفسه ألا يخرج حتى يجمع القرآن كما أوصاه رسول الله. لكن لابت وراء الباب رعاية للستر والحجاج سليم يدخل المدينة ويسمع ما الذي جرى على فاطمة الزهراء يندهش. شلون يسمع فاطمة ضربة ورسع وسقط الجنين وانبت المسمار في صدرها؟ هذا مو مستوعب سليم، هل وضعت رسول الله؟ قالوا: اذهب الى سلمان المحمدي فانه من اهل البيت. وراح الى سلمان، بين سلمان يزرع في مزرعه من بعيد. يا سلمان، رفع راس سلمان، قال: وعليك السلام يا سليم. يا لا صحيح ان الزهراء لقمت ضربت تسقط الجنين امت المسمار في صدرها. قلت سليم، قالوا: يا سلمان، هل دخلوا ولم يكن استئذان؟ قلت: بلى 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 وعزة الجبار، ليس على الزهراء من خماري، لكن على الاعتاب. الزهراء مخشن عليها، لما افاقت شافت جنينها على الاعتاب، وكأني بالجنين صار ينظر الى امه ويحكي ويا امه، والزهراء تنظر اليه يقولها: اريد اتوسد بحضنيش، ليش اتوسد الاعتاب؟ انا من لحميش ودميش، شيل جسمي على الاطوار، كفان بنزلتي اسماع بدال الزهره صيحه، والاستقبال مو جفين حيدر جبني الطيحه. يم حسين حنانش يشفي آلامي وجسمي ما تحضنينا، يا زهراء طلع حمليني وترك الوقفة خلف الباب. ردت عليه فاطمة الزهراء تقول لنا: اسفاك يا ابني بارك فا صدري وقف نزفه، انا مو بيدي سقطونك بلا رأسه ولا رحمه، انا لو عن
لفة يكفي العتب يا محسين ترى قلب بعتابك ذا وشلون عيوني بتشوفك وراسي من اللطمة دار انا ودي احلاك لكن من العسرة الجلد منها اسمع وشايفة بالصدر ترضى ونابت بالصدر عظم الله أجوركم أحسن الله لكم العذاب ولما تكون فضة ولما جاء آخر يوم في حياتها دخل عليها أمير المؤمنين وهي ما كانت تؤل فاطمة إلا آخر يوم أمام أمير المؤمنين ما كانت تريدها يتوجع لألمها وضع رأسها في حجره نادى زهراء أرى أن آلامك قد زادت أولي قالت أبا الحسن أريد أن أوصي أبسي يا زهراء يا ليش زايد عليش اليوم يا زهراء تلوجي شوفي يا اولاد شبي الغواشي مذوب لي قالت يا حيدر فرق قلبنا ويني افداعت الله مسافر عنك يا بوسي واجمع اصحابك عذر ماضي وجهزوني وطلع بسوادي اللي الخفيه وادفنوني لا يحضرون جنازتي يمشي وويلا رحم الله من نادى وفاطمة تقول فضة ثم أنها في آخر يوم نهضت وكأنها شفيت وتعافت قامت بتغسيل أولادها وصنعت لهم طعاما يكفيهم ليومهما ثم قالت بني حسن بني حسين اخرجا وزورا قبر جدكما جدكما رسول الله قبل ان يخرجا اخذت تلثمهما تخبيلا وضمتهما الى صدرها للحسن والحسين كانما احس بفراق امهما امتثلا الى امر امهما خرجا الى زياره قبر رسول الله ثم نادت اسماء اسكبي ما اريد ان اغتسل اغتسلت فاطمة الزهراء ثم خرجت وقالت أسماء افرشي لي فراشا في وسط الدار بكت أسماء عرفت ماذا تريد وما الذي سيجري فرشت لها فراشا ثم اضطجعت عليه واستقبلت القبلة ثم قالت أسماء ألقي علي الرداء بعد لحظات كلميني وإلا فاعلمي أني قد فارقت الحياة تقول أسماء بعد لحظات رجعت إليها ناديت يا ابنة رسول الله كلميني يا ابنة رسول الله كلميني زهرة كلميني فلم تكلمني فعلمت أنها قد فارقت الحياة أسماء ما حال أمنا قالت ادخل تحياتي
وش يقول الآن؟ قالت ادخلا عليها وعايناها. جاء الحسن رمى بنفسه على أم ما كلميني فلم تجي. رمى بنفسه الحسين، أم أنا عزيزك الحسين كلميني فلم تجبه. بكى التفت الحسن إلى أخي، عظم الله أجرك في أم الزهرة فقد مات. تقول أسماء بكيا بكيا بكاء عاليا، يقول فأخذت أريد أن أهدي وما ما استطاع، فخفت عليهم الموت فقلت اخرجا وأخبرا أبوكما أمير المؤمنين. خرجا من الدار مسرعان إلى مسجد رسول الله وهم يبكيان، التقى بأصحاب أمير المؤمنين. ما يبكيكما؟ أتبكيان على فراق جدكما؟ قال لا وإن عز علينا. قال إذا لما تبكي؟ قال أوليس قد ماتت أمنا فاطمة. لما سمع أمير المؤمنين خر على الأرض مغشما عليه. الله، هذا مقاتل قاتل الأبطال يخشى عليه لما سمع بموت فاطمة. لما أفاق قال بمن العزى بمن أتعزى بعدك يا فاطمة. جاء مسرعا إلى الدار وهو يبكي. دخل الدار والعمامة في يده، ألقى من عليه الرداء وصار يبكي. عظم الله أجوركم. ثم قام بترسيلها وأدرى، ثم قام بترسيلها تقول أسماء وكنت أعينه على ذلك. وبينما أنا أعينه وهو يغسلها إذ به قد انزوى بزاوية من الدار وصار يتكئ على الجدار ويبكي بكاء عاليا. وفاطمة تقول أسماء فجئت إلي يا أمير المؤمنين أتأمرون بالصبر وتجزعون عند المصيبة؟ قال لا يا أسماء، إن الصبر لجميل إلا على فاطمة. يا أسماء لقد رأيت ضلعا مكسورا. يقل لها يا نشيت الضلع انكسر. انا شفت الجبين شلون محمر، ترى صوت العبيد بالزند اثار. تكون ازمة. ثم عاد الى تغسيلها وادرجها في اكفانها، ثم نادى الى اولاده، بني حسين بني حسين زينب ام كلثوم تعالوا وودعا امكما. جاء الحسن وما بنفسه على ام ما كلميني قبل ان ينكسر صدري. جاء الحسين رمى بنفسه، هذه رواية. جاء الحسين رمى بنفسه على أمي الزهراء، أما كلميني بحق جدي مصطفى أنا عزيزك الحسين. تقول أسماء لما سمعت صوت الحسين يقول أمير المؤمنين، فوالعيش الذي عاشه رسول الله، إنها أخرجت يداها من كفنها وهمت الحسنى. إذن ينطق قامت فهم الحسنى يقول إلى أن جاء النداء من السماء، يا علي ارفع الحسنى. ثم جاءت زينب انكبت على امها الزهراء. الله، ما تريدون تسمعون نعاوي يا زينب؟ وهي اللي اجت زينب والدمع، اجت زينب والدمع منها يخار وتصيح، وين اللي ضلعها من كسر؟ يا علي يا علي احفر لي مع الزهراء.
وصارت تحكي ويا امها تقولها يا يما يا يما يا آل القبر وياك اخذي يا عيني يا يما يا يما يا يما رايحه وعد من تخليني يا تامة يا يما يا يما الدهر صورنا بسهامة يا يما يا يما الليل عقبك ما انام عظم الله وجوهكم ثم ان نعش فاطمة رفع في جنح الليل مع قليل من اصحاب امير المؤمنين اما زينب فقد وقفت على باب الدار وهي ترى ان الاصحاب رفعوا جنازه امها الزهراء الزهراء صاحب وابيها
السر المستودع فيها. أسألك بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، أسألك أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا كشفته، ولا كربا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته. اللهم شافي كل مريض، سيما من خصصناهم في هذا المجلس للدعاء، شافهم بشفائك وداويهم بدوائك. اللهم من سأل الله الذرية أعطه بحق الزهراء يا رب، اللهم زوج كل عجل. هزاب سألونا بالدعاء في هذه الليلة، ادعو لهم، وهناك من طلب الذرية ادعو لهم بحق هذه الليلة، وهناك مرضى، اللهم شافي كل مريض، اللهم شافي كل مريض، اللهم يا فك كل أسير، ردهم إلى أهلهم سالمين، اللهم رد كل غريب، اللهم انصرنا على من ظلمنا وقتل شبابنا وسجن أبطالنا ورموزنا، اللهم انتقم لنا يا الله يا الله يا الله، يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا جبار يا جبار يا جبار، برحمتك يا أرحم الراحمين. ورحم الله من قرأ سورة الفاتحة المباركة وأهدى ثوابها إلى أرواح موتى المؤسسين والحاضرين وجميع المؤمنين والمؤمنات. تسبق